سلام خوتي، نتمنى كامل تكونوا بخير. مهم اليوم غادي ندير البرانك الحسن. دابا هو مشى يدوز البيرمي وخلى عندي التليفون وقال لي فاش غادي نرجع، غادي نمشيو عند العدول نعطيو الروسي باش يعطينا لاك. وطاحت عليا واحد الفكره، قلت علاش ما نديرش لي برانك، رجع لي داكشي اللي دار لي نهار كان عندنا هذا حفله رسميه. قلت علاش ما نرجعش ليه داكشي دار ليا، نرجعو ليه اليوم. المهم غادي يجي، غادي نقول ليه اما الورقه اللي باش نجيبو بها الروسي راه تصبنت ليا مع الحوايج ولا توضرت. المهم غنشد فيه مزيان. المهم بقاو معايا اخوتي حتى الاخر. المهم انا دابا غنتسناه حتى يجي وغنجلس في هذا البيت، نحط الكاميرا تما وداكشي القاد ونشد فيه بالمزيان. خليكم معايا اخوتي. مهم اخوتي ها هو جا. مهم ها هو لاك، غادي نخبيه في شي بلاصه، غنخبيه في شي بلاصه وتا الاخر عاد جبدو لي. مهم هو دابا راه جا في الصالون، غادي نعيط ليه دابا. ديروا بحال ما كاينش ماي. حسن مهم حسن تعال تعال، ولاش على هنا قبا ندوي معاك. شكون؟ تعال هنا، كنت واحد في الشهر ما يسمعنا ليه. ما كنتش واحد. وغير تعال. هلا. بريسرا. بريسرا. ما هو معاك حسن خارج. ها؟ خرجت ندوي مع غريب. سير هذا. زيد. خليه. ما ندوي معاك يسمع شي حد. غاتعصبني هذاك مول بير ما حق الله. علاش عاوتاني ندير لك بحال كي الدريات اللي بقى يدور بهم وانا كيخليني كنبقى نسين في الشمس، كيجي يضرب بيا دقيقه وكيقول لي سير الله يسهلك راك كتعرف تصوم، هادشي اللي كيخسر عليا. سمعني سمعني، ما عرفتش فينا ولا روس. كيش ما عرفتش فينا؟ ما لقيتوش ديك النهار باش ما عرفتش واش تصبل مع الحوايج، ما لقيتش عرفتي بقيت نقلب في الحوايج في الماريم. تصبل مع الحوايج؟ ايه ياك هو غيبقى عاقل علينا. الروسي راه بحال هكا هذا خاصك ديري الروسي. ما عرفتش انا فين هو توضر ليا. هو يقولوا دو بلاش عطينا مروسي ودروه على المنال كارت. ايوا توضر ليا ما عرفتش فين هو، انا مالي درت بالعام. وانا انا حيدتو باش ما يتوضرش ليا وعطيتو قلتي باش تخزني باش ما يتوضرش ليا. وما عرفتش ماما ما كتبقش في البيت. الكارت كتصبر غتكون غيكون تصبر مع شي حاجه. تصبر ورقه؟ كيفاش تلقى شي تصبنها؟ تلقى ورقة تصبنها؟ لا ماشي ورقة، غتكون مخشية في شي سروال ولا شي حاجة، ما قدرتي السروال تجي. وخليتي في السروال تجي ما خسيتي ما درتي في شي بلاصة ما والو. ما بقيتش عاقلة دابا أنا. أيوا السيد راه خصني شوية نصوني ولي بغيتي نرتاح ونمشي عنده. ودوي معاه. كيفاش غيعرفني خصني نعطيه الروسي ما جبد لي هذاك الرقم اللي دايرة بحال لاكار. اش كيعطوك لاكار كيعطوك ديك الروسي؟ بحال هكا جيت تعطيهم الروسي كيشوفوا الرقم كيشدوك في البلاصة. مش عاد نقول لي خويا راه توضر لي روسي، يقول هذا هو زواج التفريش. قول لي راه تصبر مع الحوايج، مالو ما هو ما يتفهمش؟ لا غيكون كاين معدل. واش تتاكد انها تصبر؟ واش ايه تصبر؟ كانت لابس سروال ديك النهار، سروال جين. ديك هو غيكون كاتب الرقم في شي بلاصه. قول. واش كيعطيك الروسي؟ ايوا راه ما لقيتوش. مثلا اش كيعطيك الروسي؟
الرقم باش تجي عندو تقول لي السلام عليكم خويا هكذا الروسي عطيني زمري يقول لك يشوف الطاقه يشوف الروسي فيه شي رقم ولا شنو ويقول لك هاك سير الله يعاون دابا غادي نمشي عندو انا نسير عندو نمشي نعطيك على كارت فيزيت ديالو منين ما نمشيش انايا وشي منين كنعرفني كنعرف ما نقولش لي انايا راه ودرت الروس لا قول لي قول لي راجلي مسافر ها هي لا كارت فيزيت ديالو ما نقول لي والو خويا على كارت فيزيت ديالو ابراهيم اكرم انت اصلا كون خليتي عندك ما الا بقات عندك من ديك النهار انا عارف عارفيني وانت كيف كنت كنقول لك راجل اكثر منا وي ترجع لي اللوم سيري عندو تي انا نمشي عند راجل دابا مع نقول لها راه لي راسي راه لي لاك كيفاش راه جات اللوم كتقول لي خليتو عندك تي صافي سيري عندو تي مال انا اللي ودرتو واش انا اللي ودرتو عن قصد مشى ما عرفتش فين هو انا ما بقيتش عاقله بالضبط واش تصبن ولا ما عرفت فين درت قال لي جيتي ما لقيت والو صورت ما قالت لي مشى حتى حاجه اش من المعمول دوي معاه سير دوي معاه اش دار لي راسي الشمس وحق الرب ما فيا لي بقيت لاغط معاه شنو الحل دابا سير عنده دوي لا ما غاديش ندوي معاه شكون هو ياك واضح ما غاديش نمشي نقول لي خويا السلام عليكم راه ودرت الروسي قول لي عاقل علينا كيفاش شحال واحد كيتزوج بنا مالنا حنايا اخو وقيلا عطوا له دوك الميرف مجموع فيه وراقينا حسين راه نداوي معاك داب باش حسين عطيني الموطور ديالك هاك باش نهودو عاد نشوفو نديرو حسين عصبني داك مول بيرمي في اللي اللي سيدي تعصب اش غادي نقول لي صافي راه نقول لي مشي توضى نقول لي ما نقول لي بعدا في الاول راه ما شوش معايا نقول لي راه نسيت وما شوش معايا واش غادي يدير معايا الا قال لي نقول نطلع نقلب نقول له خلينا نطلع نقلب عليه واش عيطيني عيطيني صوصوني لي دابا انت هاد المره لقيت شي حاجه خزنيها وزقاني في خويا زقزقا اول مريضه زقزقا غير تحاول قول نص ما ضحكتي خبالك لا يمين لا يمين طالع لي الدم حق الرب ما يطلعش لك الدم والله الا حقدني وحق الله ديما كنطلع عندك حق الله صوني لي دابا شنو يقول نضرب شي بابا ما كان حاصل الموطور نضربو شي بابا لا خويا كنت هذاك الموطور ديالك واش البيض بحال هو كيدير بحاله بحال بحال راه الاخر بيض خسر وخدم بحال فين الدين عندك لا تغي فين شنو ندير نربك دورة عرفتي واش تي اش بغا نربك دورة خويا عيط دابا حنايا داو نعدو نمشي داو نعدو انا شوية غادي نهوي دورة الموطور انا شوية غادي نهوي وي باش نصوني الوالدة تليفون جيبي تليفون تليفون مدي هاديك يتشارج سيري جيبي لي وصوني الوالدة شوش دارت لي في ديك الدار نوضي بلاتي خويا وين وتي نوضي جيبي لي تليفوني صوني لها معدي في الواتساب فين حطيتي؟ تعالى تعالى راسك كبيرة ويلي معاك ما تعرف فين حطيتي؟ انتي تتمرجمين علي ها انتي تتمرجم انتي تتمرجم عليا ها ودابا اجي نوريك بعد منها بصح بصح
عزيز الاخوان طالعين. اسمح لي اسمح لي. تليفوني خلصوني الماما. تري تليفوني خلصوني. راجل ما تعصبش. ما ماكش متعصب. كذاب عقدتي. حلف بالله. تا انا مطبوخ انا طابخني خونا وزيد طابخيني تتي. صافي. غير ليا خلصوني الوالد. واخا قول شي حاجة. اخوان شكرا. قبضت حالي حالي. عادي تخيل دابا هذا الفيديو يشوفو مول بيرمين نقول لهم كنقول لكم مول بيرمين خلي مالك ودابا تخيلي تخيلي شوفو اش غيوقع زعما المهم قبيل ونطالق اداوي دات لك هاك وجهك ولا شافو ما يبغيش يعطيك زعما بيرمين ما يبغيش يعطيني بيرمين مالو هو ديالو ولا شافو ماشي مشكل هاني مازالش النقل تعال ماشي مدقدق دارني راسي والله تدارني راسي المهم ديك ريح ريحي وخليني نناقش الامور اخوان نقول لك سيري فيديو غنصوني الوالده قول لي ما ويلي واش شي قامع كنتي ما تبقاي طال نطلعها عليا كون ما بغيت نقلب التليفون لا اخوان دابا غنصوني الوالده حتى تشوفوا شي حتى تشوفوا واحد الفيديو الجاي بليت كنت بان صغير شوف انت شوف راسك دوي شوف راسك السلام عليكم اخوان سكين حسن معصب وي ها دابا بقى تجر لي في وجهي عادي حيتاش ما نديرش المعصيه ها هو هي الاولى طلق قلتي بقى تجر لي في وجهي عادي جرى لي اللحمه دخل عندي وانت قلتي بقى تجر لي في وجهي عادي هادي اللي بحال مالك يلاه بالسلامه الاخوان اخوان لا 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 شحال تقرا سمحوا لنا اخوان ما قلت شي حاجه بعدا خايبه سمحوا لنا الاخوان تلونا فروسكم نحبكم في الله تهلاو جون هودو عند خونا يعطينا ورقتنا